adduunyada dhaalaalkee dadku way u ooyaan dalalka ka maqano dulucdeeda may garan diintii ilaahay waa diiday oo nacay dadyaho xiishoodo alihii ka yaabo akhlana xasuusto dadyaho xiishoodo alihii ka yaabo akhlana xasuusto hadii ilka lagu dhigo cidda lagu soo rogo dadku ay dareeraan gacaskooda sanqadaan degdeg u maqlaysaa degdeg u maqlaysaa dadyaw xishoodo alinka yaabo aakhirana xasuusto aakhirana xasuusto alxamdu lilaah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان انك تبارك الليال يدعى وانتهي هبلك الشرار بسم الله الجمعة الأولى كن يا أرض الله سلامي صدق الهجرة للمحمد عليه الصلاة والسلام أهلا بني سيدي سوق الإسلام وحجر يا أهل الجيشين بك أدوة الموضوع عن جوان بيسا على قصير يا حماية العقول من الأفكار الكتاب عقوش أيضا إلى اليوم لنا إلى اليوم أفكار توحد منك يولد الدروس أيضا موضوع أردت يا الله تعزيز اليوم وعليه الموعين لتوحيد الكرم الثانية والدعوة دولة تركيا والموضوع أردت سوى موضوع أكيد يقول ونرد السنة وحيطة هاي وعطي الإسلام وأقفت إلى جبهة بعدين وأقفت فهمت إلى جبهة بعدين إن وآخرين أدوب خسارة فعلى كيف إن شاء الله تعالى موضوع وجود البلاغين فقرأ هذه الفرقة أيام الصوت بالإسلام سيدة عبد الله الدولة الرجل الحافظ رحمه الله في المعنى ومدى الشيطان كما بقى عبده ويرى قرر عبده ويرى حق الشهوات هي المخلال كان يد أن الحاكمين أي القصة وقرار حق سخبه قرر عبده ويرى حق الشبهات ويبديته ويفعل يبديته الشبهات له غريزة يبقى عليه دوريس إنسان تبتسمع وحكى الله أصبر الله
إن شرنا مفتو وحكو غانا إليه وحكو العلمان إليه وحكو غانا إليه تاصلين أو العقلية عقل أسفتا والإعلام يوم إلى سبحانه وتعالى والمسيح ولنرى التدريف أفضل أفضل وشغل عقل الله تدريف مكتع فكا عقل ناس يعلمها إلى سبحانه وتعالى وحكو غانا إليه عقل ناس وحوالياً أي أنه لا يوجد هو عقل الأمور وجمع عقل عقل ناسيدة البلدان وهذه المعلومات خلال يومي عقل كانت أولوك مفكرية أو صوتورية معلوماتك أنا أقول شقيني أنا قوتي سيد طريسة وحال الولادي وحال الوحوالياً عبي وحال الدريستي وحال المطلين كانت هو أكبر تصرف كيس اليقاب هو هذا اليقاب هو قبريا وحي صوتها على الملائكة ترجمسة بحبا هذا موضوع المتين فقرات لديها وحدوليا على عمودنا مطلية إبادة قوة وحدوليا على امتدام أهلية استقامة ويا واستقامة وحكسر وقتها الإحراح ويقفوا حق يديتي إلى الله سبحانه وتعالى سؤال جيل وكوع عظم إن حرف بعد ذلك إنه كنت أبدا أدن وحد إلى الاستقامة إذا استقامة وجود طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لازم أن كنت أبدا أدن أدعتك أدن أدعي أوامرتي سوى فطوم اليوم وإن أقول أن ربي الله سبحانه وتعالى لهم اليوم يطلع على رسول صلى الله عليه وسلم وسلم ذكر رسوله من الفرج ولو كان يعلمه لفرطوه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام سحابه سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه البجل والنبي ويدعي وفعلي يا رسول الله كيف الاسلام لقول اتشبث به لا اساله غير احد غيره رسولك يا حديث عند قول ان كدر وارقه بضاع عندما اعلمه بعد أن إلى المغنيين حتى أن كنت من المغنيين وهذا المغنيين حديث المسلم في صحيح الأولي ولهذا بعد سبحانه وتعالى وما يسوك يؤمنين تبيني بشخص الله طريقة على سبحانه وتعالى أنا أريد فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقل إنه لما تعمل بصير إيه آيات الفراعة والله من الله سبحانه وتعالى كل شيء اليوم إنه جدوي جواب على الله اليوم وكتوصل على السماء المستقيمة درجات الاستقامة أما قيلاء إلينا أعلى درجات الاستقامة ليش القصة ميسا إيه قفت كل كتوصل على الله بدون يعني هو التوحيد أما تحاول الثبات على التوحيد والبراءة من الشرك واحد. إن توحيدك على سبحانه وتعالى كنت على ذلك كرم يا ماما الشرك بالله سبحانه وتعالى نفسه. وأعظم الأمور توحيدك وشرك الأمور هو وأعظم المنهي عنه هو الشرك. الشرك الذي أمر الشرك هو وتوحيدك. الشرك الذي يؤدي إلى الله إلى هذا يرى الشرك هو أغير وإلى أين وشرك صغير. توحيد برغمتي وحال مدى أوالي الضمين وخير الضمين إلى السجنين وهو هيك عدد في سيسية راتي أيام وهو انحرافات فربضا هي الشرك فربضا وفرض موضوع رئيسطين إما وهو إذا تبدينا لأن يميدي على سوشتاك وحتى سوح الدين إذا أدت آد المضاعف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تنسى مركب ديرا لنا عند وجود يوم أمر الجلوحة ومهر مليا أي نفتع كلاعا لدى التوحيد كما قال سيدي حديث بن عباس يعلم صلى الله عليه وسلم الذي يمكن أن يكون من أسداد القوم على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله جل وعلا وحر مهر مليا أبويا أن أمر الله إلى الإله سبحانه وتعالى توحيد في سبيل الله وإله الكريم ما كسر يقول مهر مليا يقول أبويا يقول علو
إن التوحيد كمتابعه وقال رسول صلى الله عليه وسلم في كل أمة في كل أمة رسولا أن يعبد الله وجهد الطاغوت لله عالم الأولياء علم أمتك استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم كأصل شيئا إن الإله كم يعبد طاغوت كما يكبر طاغوتنا ووحك استطاع العابد أن يحدث الذي سبحانه وتعالى لقد كلام لزوم الأوامر والنواهي بفعل الأمر وترك النهي وإجتناب الطاعات وإجتناب المعاصي. قد طلب عنا يقع ثبات كيان أو استقامة لدون كتاب العدو وأوامرها إلى الفطور. حمارة من الأمر يا رب. سيدي الإمام الأمر حمارة الطريق كيان قوة الأرض. الشيطان لا كشف يسوي إبليس شياطين الجن والإنس مختلفة معاصي المنكرات ولن نوع قولي والطريق اللي يلقي مع الطريق كلا ما قاعد كلام يدور به الشعب كلا يسوي أي غير يروح والطريق يسوي الذي عقوش لها دي فسهاتور انحراف كيف حق الإنسان عقوش لها دي فسهاتور والطريق اللي حقا يكلم حقه فساد كيف الحق معه ولهذا بعد الهلية وحوى الإجارة إلي وحوى المال والبوى عقل وفي هذا كيس منك وإياه إلي مبكين قضى هذا الوريك أطلاقه قضى الثلاثة المامنة وحوى حس الشيطان عن الأمور بالبنيات الشيطان كل وقت والبحار كنت داري أو كنت داري اليوم إنهم بالبني آدم كيوم اليوم ولهذا الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما في وقت يا لتيني يعني سجود النبي آدم عليه السلام وتيني سوي نسيان أو بدي أنا خير من أنا أخير بنا قال سبحانه وتعالى من معه كان الله ما لا يسوي لي كتبنا لهم ودستي إنه باقي وهو جالب وهو عمرك أبو يا لليم إلى سبحانه وتعالى كانوا كيا إلى يوم الوقت المعلوم إلا لبكى الوقت إلى يكتس سبحانه وتعالى المعلوم إلا وقت يا رجال ما كاسات الاستعداد قال فبما أمرتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شاهدين بسم الله قال يقول إلى حيوم نمرت إلى آدم الموصلين أما هلاك آدم هلاكين دارت وفرست من آدم كأب هذه إن عرسي يتنظر يسوع صارتي هو أبدال الدولار وطلب وفرست إن عمر بك غير ما وضعه وحول حاجة وحول يعني يجري ولا تجد أكثر مشاكلين علوة المفصلين الموحدين بدل كل هذه المجلسات إلى النظام قال الله هو الحلال وحقوق آخرين كهودا آية المعلم قال رب لما أقويتن لأزدينن لهم في الأرض ولأبينن أجمعين أريك أقول بسيء مودعاتي أقرحية وأقرحية أمضى بها الأقرحية أمي لما تنقليت إلا عبادة من المفاصلين إذا الشيطان قد حريص في هذا إنه بلا أذى قوليا وحعبنا يا ذكا حتى الذي رواه أحمد بن مسعود والحبان وصححه وهو حديث صحيح الحديث صوت لأبي فاعل صحابي ياسين بن بيه إلى أن قضى عليه الصلاة والسلام وليه عند الشيطان قعد من آدم بفروقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين أباك شيطان هو كفر إسلام ابن آدم فقلت تسلم كفر إسلام كفر إسلام تسلم الإسلام الرسول قال يا بنت علي بنت أبا يشاء يا أبو يشاء بنت من غير بركة الإسلام فعصاه أسلم قال وقعد له بطريق الهجرة قال أتهاجر وتدعو أرضك وسماك فرد سنادك هجرة طول كان قاعدة أقول إسلام وجود أقول جنت هذا لفت بابي بابي إيه لا تكفي فلسطين يقول هذا ما هو هذا يعني
هي تطلع عني ايا كانت بعثها. فعصاه هذا ثم قعد له بطريق الجهاد، جهاد كان مبتدئ الكفر مثله جهاد النفس والمال، جهاد كان يدفع لوجهها الى نفس وحوالي ان توجهها حتى صار كفر الاسلام ويقول ان تقاتل مقتلا فتكره المراه ويقسم المال. وان جهاد موضوع اسلام وكاساء من البدع يا لهم كاساء اسلام تعطينا نقطه الله يا لهم المال يا لهم حوار عين الاسلام. على كل حال اخر الحديث نبي عليه الصلاه والسلام يقول الطفل وحاسب بالنبي والاسلام ومن فعل ذلك منه فماذا كان حقا على الله ان يدخله جهنم. خفت كبه الاسلام انت صورت بحوالي كبه الاسلام الشيطان العاصي الى هنا ضيعا الى عز الله وتعالى ربما قابل الجنه. ولهذا ما سبق الى ان الله إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وإفراط ولم يبال إليهما طفرا زيادة ونقصان. أما تسلم إلى هذا الأمر شيطان لبل اللهم يرم كسوك رئيسا أمرك كسوك وصفا وأمر فيه كعبير أما إلى الطاف وأمر فيك حتى يوم لبل الكبو الإسلام شيطان تسوى الشكومي وأن يقول كنت دائما خف كثير ضافيع صراط مستقيم كيف كحياة المتداعية. قال ابن فتحة اللبون ضعيفة والشجر خطافة ربوش وضعيف البيض بيضة ربوش يعني المقاومة فربما لا تدري الله شبه يروح كسر الضرورية نوى خطافة ويضحية إذا لولا سيحة بيضة ترى قفل مطار خسر المسؤولين قلبي نسيت وضروبتي الضعيفه حصل لي السبب وانا قوم هاي شبه لي خطافه قف قاعد يقولوا عن اسمه الاحسن دولي عن الاحسن. ففي مسند احمد والسنه لابي عاصم الحديث ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل نسبه من ارض لا تقلبها به الظهر لبطن قلب يقول لم يدي هاي سدي والقرية أما الضالية الضالية أو ربنا يالا أو طبيش المطلق من عند ويسك أو القرية ربنا يالا وإذا كان عيسا ربنا يما بني على ربنا ليس. وفي نسنة المطاعي وصلنا لأبي عاصم الحديث المبدل الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلب بما لم أسرع تقلب من البدر إذا استجمع عليها قلبي من بيان المسكت الركبانية هاي سلالين المرد مسكت الركبانية هي وقال بني بأخرى سلالين في سر الركبان الروحة تجرى سر الركبان سلال سكت ربما قلبي من عدم مسكت الركبانية. ولهذا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى حكمنا الله هو يا مقلبي مسكت الركبانية قلبي على طاعته أنها قلوبك تفرغون قلبي من القصر طاعته. ففي سنن تعالى الجبل الامام الذهبي رحمه الله او الامام الثوري من سمع البدعه فلا يحكيها من جلسانه ولا يبنيها في قلوبه. فقال الذهبي معقبا اكثر ائمه السلف على هذا التحليل ويرون ان القلوب ضعيفه والشبهه خطاها. بدايه الامام الثوري رحمه الله قفك بالعمق قفك بالعمق يا من قد خلف لي الوحش الكريم صلى الله عليه قلوب تغيا وكفر صلى الله عليه امام الذهبي عبد وابن السلف ائمه ربنا يقول سلاف لي من عدم مثل الجنان وعن المنبع اركي من الرجل قلوب وضعيف شبه هو خطاف اذا اختار هذا الفريق تفتح لك من ست دقائق وانا دليل بالشبه وقلوب تبلي الانسان. ولهذا اي اسباب الاعتراف اما ضرر كبيرا وحسب الله قفك اذا لي رضا انه بدك تسعيد والمصير. واما واحد سيدنا القاتل على السوشيال ميديا ويقال ان العالم فيه ليس خير. وقفك ما انت كن معلوم ان يكون شيء كذب وبدك تسيسي سلف كيلو عليه البدعة أضر مقصر والبدعة أحول من الكفر
هذا تعب مصر حد ما تركان مصر عندك لو سجن عندك لو سجن من ولا قرية من قلب في سأل على رأس الهدس وإن من عد حكمة وفاضل وشموات والكفر كذلك. ولهذا الإمام محمد بن سيرين أي أكيدنا من البدعة هو شيء لأن هذا
يقفك عقليات السين دعوه عن سنة أمره خلافه وعقليات أي محمد عليه الصلاة والسلام يتحقق للتعليم أصدق له اتنام عليه الصلاة والسلام عليك أبي هريرة المعاوية من سجان الله عن عمره عند أسعاد السنن وعنده اتنام يتمتلك أمتي على 73 اتنام صدع اعتبارات الفضاء يبقى الله وأهواء كالدول يبقى يسد الله كلها في النار إلى واحد من مولين تكالي عليه الصلاة والسلام وفي النار من كلي آيات البارزة تاسي سبحانه يدوى حولي وتتاقل اختار ربي الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يما عليه الصحابة إذا قلت بين الله وسلم أسباب الإعراف قفوا من حقي وتتاقل وغنى لكم وعقل ليسي لدى الله أما عمل ليسي لدى الله أسباب الإعراف أول أسباب الجهل يوقف دينتي أن سبحانه وتعالى جاهل منه ولهذا وفق الدنيا إنه كبر بعد فتنة فتنة الشبهات والشهوات عقلي اسمه سليم برضه تفكير اسمه صح برضه طريق صح توصل دين تعبان يسوع دين تعبان يسوع إلى أن سبحانه وتعالى تكون من يمين ربك وروح جرائزة ودينت يا قوم يا قلعة وكرامة هذا هو بنفس الكتاب غفر لي يعني هو رحمة جرائم هي هو وحكرامة يا بنتي فسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون ما هي أما هو جرائزة هو رحمة جرائزة هذا هو كرامة وحق صار هي هو وحكرامة يا بنتي وعقلية العلماء كما أعطوا وهو حكرامة يا بنتي أنت هاتك اليوم يا رجل استفراني عامل استفراني إلى أن تنتهى لك عامل قلت لها الغلوب تلحتم غلوب اليوم وأكثر أشتار الانحراف انحراف كان اليوم دعوة ورشة انحرافية اللي هي أسباب تلوها وحكا في الغلوب ولهذا بس في الوهر بين مضر المحدع عبادته الى هذا اللي هي صدق في سوره الغد في الصالحين الا قلت راح تبين تبكي والولاء سلام الملائكه وغلو الى سمعك وحن نقلك الى غلو في الاشخاص وحن نقلك الى غلو في المسائل ان اشخاص لو قلت راح تبون اما ان مسائل لو قلت راح تبون لما تدعو حوالي مراد البريانيين وأوتي طبعا وهي بعد الدين واقع إلى يعني الانحرافات كروبرا يقول الأستاذ صليم وحكم إلى القلوب في التكفير إن المدى المسلمين كان مجاني سيديون وإنت واحد يشكوه العلوم وحد دين هين وفهم صحة عمانة يشكوه العلوم لو يبقى لو قرنيون إنه كوقا عمد كان سيدي تتكرين جاني المجتمعات المسلمين تا إنه كوقا عمد جاني كنت بدأت أقول إنه كتب بيان مصابيون أما إسلامحين أما واحد من أبو مصابيون والإنحراف وعنبوشي 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 ودقق على قول الرجال بالله سيدي الحلمي في علي بن ابي طالب يا عثمان بن عفان لبدا روح الدين علي بن ابي طالب يا عثمان بن عفان وكم من الخلفاء الراشدين كان يدري من وقت الداعي عليه الصلاه والسلام الى السنه والقاضي كان بها افرتي تولي تدرب المشاهدين mid kasta oo ka mid ah waxa weeyaan uu qabay ama uu sameeyay habihi nabi kalee cali sallallahu alayhi wasallam iyo waxa soo sifooyin uu wadaagsan yahay ayaa dad qaarkood oo qulub iyo xiraaf galay oo uu soo dhigay daboolantay ay jadal u dhawaadeen dilka ay jireen marka takfiirku ama gaalisiinta mujtamacaadka cid aan gaabsan أنا 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 أنا
oo dadkii dadka caalamka islaamiga ee waxa weeye waxa ka dhacaya marka dhalinyaradu waxa ay dareystaan ama dadku ay dareystaan ee waxa ay dareystaan saaxiibku soo dhiibay saaxiibku dadka waxa ay magaynaa uruubigu ama gaanta ama uruubi tartiib oo in dadka aan dareensan illa bil-caysiyyin illa bil-caysiyyin oo ka tabaan qadar waxa ka dhacay sababta ay jiraan ee fuqaha waxa ka dhacay qabac dunyada طلع إلى الدور الإسلامية، نطلع الإخلاف طبعا يقول وهو يقول أيوب لحتى وهو يقول وأن تميل أي دين طلع الأصلية. نطلع الإخلاف طبعا غرب يقول وحاليا إن الدنيا مرضى إن الدنيا نصية كتب لنا إلى وراء الإسلام في اليوم ثواب الدين
قرن 18 مركي اي بلاد في ثورتي وكعب
iyo waxa weeyaan kaniisadii iyo boqortooyooyinkii. waxaa ka sii qaatay quwad haddaan quwadda haddaanka ee fasahaadka u nool waa yuhuudda. yuhuuddu iyagu ma sameeyaan najaaxaadka, laakiin najaaxaadka isu faa'iidaystaan. ولهذا ما يدفع للثورة الثورة الفرنسية ويدفع للإسلام وحين يدفع للإسلام إن عيدتك كعبية ديما عند القاضية التوري بالتقريب إن عيدتك ديما عند القاضية هو ذا دل اللي هو يبال وحين يدفع للإسلام ثورات كقاركوضة نظريات فاسدة قصر إسلام والدولويات التي نوريت جهي من قال النظريات هذا خدما وحوليا انتو هالفين اتباع قطو هالين كد الله يكفى يستيرو سعفا فيا اخلاق حمارة اليوم رقا يدوم بسلاح كي يسينا دفافو دي اللي رعبا على كل اسقاط صوحي كانتين ان الوحياء بطل اي صوحا كو حكمنا وأن أفكارك هدامة هي مجتمعات المسلمين تسجل العادة وفرق إلا أن المدينة لك قادرين ولغاية أن المسلمة إنه لسوا أشتاقوا إلى دمك وحصانوا وعندنا عندنا يدل تدقى قوة ونصرة وحلو ذلك عندنا بمعنى علمنا يدل وضفت وحوى قوتي مادة ونظافرية ما كلمتنا هو كلمة في الإنجليزة معنى يدونا نحن هي الدين وقف الدين لحي أما غير عقيد قف العقيدة الإنسانية تعصبوا عن سنة العلماء إن قالوا تفتوا صلاة وسلم كما في دائرة المعارف القطاعية دائرة سنوات والشكل المجلة علمية تقريبا قرني زيت مرات ويا قدسي لا أساسي سكتران لما نقوم بقارة نقوم بسكتران لا لا أساسي وهو حوليا عند بعض السلسة وحي قطع عن سبكة عند يضع إلى حركة الاجتماعية تهدف إلى صدق الناس على الاهتمام بالأخلاق إلى الاهتمام بالحياة الدنيا فقط عندنا يدوى عهد ومددك بريسك قال المسار المفصل عندنا يدوى حركة ومدى قطاع اجتماعنا وقوبها الوية الصحراء ويوركي الوياي ذاتك إلا قبل الجديد إن أخلاقه مشغولة لو نبدأ إن الدنيا كل يوم مشغولة أخلاق الزيادة وذلك والدليل العارف القطعي وذلك انه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبه شديده في العزوف عن الدنيا والتامل في الله واليوم الاخر. وحيا عزوفها لسببتنا القرون العصور الوسطى العصور الوسطى وحنا لا يقال قرنه في طبعات في كسر الدنيا الا عصر عصر تنوير يقال لنا قرنه تطبيق قرنه أي دفق حقص الليل جعل الفعال قبل وجعله آخر الليل كفك يا آخر الليل لك كهذا تذكر الله خلاص أمان لكم وضيع المكان لحضور ويسيد يسيد بعيني إن تحاول رأي هذا الله بعيني وكما شاء إن ذلك هو القصص ذكرنا وردة فعل خاطئ لدين منحرف وأوضاع خاطئة عندما يدوى ردة الفعل كتبت أما التوابعين كتبت لما التوابعين أيوه دين منحرف وخير صدق عليه ولا يدوى هو يا أوضاع أي سبب سيد كنيسة رسول خاطئة إذا إذا قلت لك دين دين منحرف معه أي محمد عليه الصلاة والسلام ودين باقية إنا نحن نزلنا الذكرى إنا نحن نحن وبا ما كان سلاح سيء عندنا من الوطن هذا هو حسن الدين لأن حيث هاي المفاسد عندنا من الوطن إنه هو أي الوطن
الطعن في عقيدة الإسلام والقرآن والنبوة. وأبو تلعب إلى هذا أعلى تعليل اليوم حقيقة إسلامها وغيرت بها اليوم كيسر بحيسة جميلة. والذي يسمى قوة صلى الله عليه وسلم إسلام القرآن الذي يقع عليه وهو يكتشف مساكين دعاية وهو أن يقع عليه اليوم دين تنديمها أي مسكتين أي وهو يبقى بلا دين كل قرآن فكما وضعنا حقيقة إسلامها وضعنا وهكذا ضمن الزعم بان الاسلام لا يتكلم عن اضاعه ويجب ان يتهنى ان مشي الكفر في الاسلام ان اهب وغير روح الكبير قرنك كلك التجربه حضاره لك يعني يا رب التجربه للاسف قد تصبح يا جماعه هيا عليها وراها معاصر القول وانا جدا هي قادمه في الدين تبدا الله على الارض صلى وسلم اتصل اعتقادها ويعتقدون شرعا الى الزمن كان صالح معين وقفل وقفل الدين تتربع عليه سقط ربع الفكره. وحتى من الفاسدين ان الدعوه الى خير البقاء وفق الاسلوب الغربي ان لم بقى اليوم ان تمرق اي حروبها حتى حروبها ولكن فضيلات دينتي اخذوا صلاتي وحسنت حروبها. وعلم كمان ضبطها خير الإسلامية وحكمنا إن حركاتك هدام وحكم يبقونك بقعك الدول إنه حيالها عيون قانون هو أولي أنا تعبير قطن كوني لغالي إلى غير إن عالم الإسلام لكذا القضاء إن قوانين الجزية دار الجزية المرتبة كتاب حلال هي الله وعسى الله
جيرين وطبعاً هو بعد الإسلامية هاي تذكر كلا صديات طبقات دين تعيسى يوم طبقات ما دخل أيها الحكومة عيسى أنت كلا نام علمي نضمني ما تكاد يوم لقاه ربنا يوم أيها الدكتور الديمقراطي عليه اللي يعني عند قال الله عيسى وحول يحكم الشعب هذا دين بعض الغيب قال معلم بعض الغيب شعب غيره لكن انت ضرب بدل قول هذا قوم بعضنا وحال نفسه يا رئيس القاعه حنا ذكرنا ديمقراطيات رئيسيه ضرب الغيب وقتنا الحالي اللي وقتنا اللي لا بطيء مثل بطل حقك وعقد حق الغير الديمقراطيه الليبراليه الديمقراطيه الليبراليه الى متى الكري وقع ضدك الى الليالي وقفك استعمال وطورها سمايه اخلاق مهارات الله وقفك وقفك ولها عبد عندنا يا مهارات لكن حكمك شعب بلد كبت الحق الغير ونظامك رأس المالية أهي سيدي سبب والنظام طبقنا والنظام طبقنا لكن تذكي مساكين طيب صلى الله عليه وسلم عالم إسلام الجوغيب الأسر في مين وحانا يجب الصميب عليه يجب الصميب الديمقراطيات العصر الرجل الفاسدة اللي سيدي دولار وصوص للتاكد وصوص للتاكد الحريات الأساسية مثل حرية التعبير عن الله حرية الصحافة حرية الوصال للحريات الأساسية وكذلك الحرية الدينية اللي هي أفضل دين تدور قاعدة في مسلم التاريخ مسكتة أخرى في كذا مسكتة كذا مسكتة كذا في دور بلادين مسكتة أخرى أفضل أخرى دور قاعدة رسوس عالية رب العالمين وعائلة أمية وعائلة تدعى على قصص أي كتابة هاي هذه على المشروع الديمقراطي ولا الديمقراطية الموالية ولا الكفر يكامل ما رجلتم أفقى مسلم كا وأطول وبعدوا يا أهل إلى سبحانه وتعالى ألي أسعار سعيد علي أليان نعلم ويانا سعيد أطول هذا الموضوع اللي يسمعه إن عبدها هي ضبي كما قال سيد قوة ووحدة جديدة وحكاية وحين أجدد وعنابي وحين أتصور سبب الباب عليها فكما جدتون مسلم ما هي يوحد أبيه يا مقدد قوة حر وحيد ورأى سبيان مطلوب ميا كل جاية واحدة من المضايات على قدم السياسات والإحساس السياسي الصميم السريعية إلا صميم وحولية وحولية عن الانتخابات الفاسدة للوطن إلا وحولية السلطان الصميم لأن شرع كتاب الحكومية ضد مدى فريسية الكاسة شرع الدجنية يوحي لمدها وحاصل لمدها وحي لمدها هاي ويارا عن الديمقراطية للوطن مفاسدة ضد المحكمة المحكمة المزاعة الأمور في خصائصه في الملوكية والربوبية والأسماء والصفات إلا أنه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خصائص الله أي وحوى من كريم معكوده هو وحوى كريم ربيا هي أسماء الإسبات صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يجب أن يختشر إلى سنة وحكم عدة جسم إلى أن يكون بينها إلى الحكم في الهدية حكم في الهدية وحكم في الهدية وهل وضح عقل الحكم كل وضع وحكم على سبحانه وتعالى ديمقراطيات غالباً إذا دفع إلى الأرض يقف من البلادين يقول أن لا تغير وعقبنا شهوات الإباحية وحول لبدء الجنسي أغلب يطلب الكنيسة صحيح وحول وحول الحياة الفاسدة تعطيت أحكام شرعية وقبل الأحكام الشرعية إلى عين وسلطة إلى حرام إلى بانكي وحركة عن كان الدول في زي ستيسر وحول عصر وسلطة الصوم عن هل رجل يبقى هل رجل يبقى وحاصر وحول تعطيت حكم شرعية
المعطيات ومبدا الكفر هو شرك شرك في البعض والمياه او في التشريع وايضا باش تسعي الى علم الحكم لله وكون كرتون بعض امر الهدي وجايه الى باش تسعي. اذا نبدا السلسله ومبدا الجراح الديمقراطيه الجراح السلسله وافقا كفنا دون ان يحصل من الافضل دي تنسى دون ان يكون دون وان يكون مبدا صدحه لهدافها والعقلانيه. عقلانيه هو مبدا فكرها هو شاغلها ان عقله هو يحيي فهو حكمها رب يحكمها لا مجرم قلبه هو الصحابه يسحب عقله هو الصحابه وصحبه عقله هو بالكلام والعقل لقوله فبتاريخه ودينه المقدم العقل للوحي مرجع وحيدك الشيء كاستوى مفصلا اما لو قاضيه بالمدير يا وعقل وحكم الى قصص التامينه عدد الامام المعجزات معجزات اي ايات من بين يديه هي وحوليا فضائل العادات القويه لله به جرايا وحوليا وحكم الى تلك المعيار وحلو قاضيه بالايات كولا معيار مفاسد المدير يعني عقلانيه إلى أن تسأل فبيان الإمامية السؤال الويدية عقل لا يسأل الروحية مركي عن طريقة الدولة مريعة ما لو حق الإنسان وحوالي المقايب وحوالي مية يكتب الراك دين الله يسأل شيئين لما يليه عن الإنسان هذا مركا إن لوحف عقلك أن يسأل عقلك أن تنتهي عقل المنام عقل المنام وحوليا وكان يقول لك ان تكون العلم من الدين بالضروره اشياء انت لو كنت قائلا ضروري الى الاساسيات التي تكمل بها الى الكرامه وكان يقول لك ان عيسى ابن مريم تبي عيسى يقول لك ان زاد الرسول بالدور وقال له بالدور وحوليا وكمل معجزات كمل احاديث صلاه وتشريع وتشريع سنة إلى الكرام ولا إلى هدف سنة الجماعة وأنا ما شيء قد كان من يرى بلا عارف ولا قرر رحيم عن دور رحيم وفيسبوك سمع إسرائيل أو الحرفين أو عقل يد عبد أو شر أو بني وكفر من أو أقوام رحيم يا إبراهيم فعليس وصدقين أو غرب من يدور الكافر كنا أو أهل العلم كم يهين وعن علم النبوة قومين حتى على ستة شهور صلاة إلى وحوية إلى صلاة النبي إلى الإنكراء وإلى ذات الجمع وحديث قابل الأولى إلى الإرام وكتش جساء وإلى ذات حديثك عقلك الدين وحوية الله ضغط من الأنفسة لفوضة من هي عدت إلى أهل المتركة إلى النبوة وحوية بالكتاب وحوية بدك الرئيسة إلى النبوة ونبوة قراري إلى الإنفاق على الرئيسة وإذا بدأت المفاسد والحكم كشرعه وحول إلى الوحى عن الشيخ ريان إن بلغ الرجل وقفه وحول إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشاش كبير إلى تدا وقفه بصوص كتاب يا سنة الله إلى الأعصاب ولا زنديد منافق أو يقفك يا سنة الله إلى فزنديد يظهر الإسلام ويبطل الكفر فأصبح رجع لأبوها إسلام أفكر إسلام كشرعه وإلا كيف يعبد الله عز وجل سيدنا إلى عبد الله تبي هذا سورة المهم حجر الله وحيلا أقول له بدع وحيلا أسأل الظالم عين كرا يعقل كرا يا بدع من عقل الحال
خيرات أو بدن بيسأل الروح فرق الأمين لها آل آل فرصة وحنا بيضا تطرين لها إلى الناس كبيرا شيخ يعلم أن يكرم يا مريد بول تسوي أن وينا رأيت كلام كي بيصوت وين لها بيسا هديك هيك الرسول دي أيين بنا نوع بوسنا بيبنا نيجي ونحن نقع ولا بنا هو وهو يفتح دور الله يسلا وعندما بدأ الإلحاد طبعا من أسوأ كريم وصومعنا بيل جرعا مقرمنا لك أحسن كل بنا لك عادة جرعا وعيقول شيء واحد مبغيين هذا الشيء خطأ هاي شامعكم عقل تعالى عبد الدومية كثاية أنا أروح على عيبنا ليرى مريئة وحدوني أدلته أنا أقول لمفتع بضي جدا من فتاة وقرام عليه حكم الدول ما يحكى الله ما تحس ده اللي مسوي ده دول وحن أول كلام عليه حي أنا أكتب بقى وحن وحن ويفع في رجلا وحن ويبيرها مرسرة اللي يرد وحن وحن ما تحس ده أقول إن الإيران يعني سبحانه وتعالى تلك الكاسة أنا شرعي إيطان الإيران كل الدين كل نورش السلع سيد وحوي عيال هرم عنا دكتين مجدتم وحوي خالد مجدتم معبودنا مجدتم تطبع حوي سلع صعب هرم سلع صعب وحوي عيال إستقاد الله الحد هذا المرقى سلع الأمنة حكم كيزا وحفظ اليد على الإمام دين تبقى محمد المفاسد دي سنة ده وحوي لا شك فيه أن الإيران يعد وحبوطة أفضل إلى المفاسد يضادي أبضل إلى الجزء والدين تقول لك أبو عصر مستقبل كود الدولي للكود الأخر وإلى عصر وعفنا يا مختي يا عبد الجماعة ومختي إلا إيش يا حتى في معاني قبل السياسيين كيف توقف الدور عن المدينة وحال العين العين يا روح 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 يا قال المطر يا قرب يا عينة من حرامتك يا قلبك يا مطر الفاتح وحاس كل أحيانك هو فرمان وجانب الشعبات كمين العظيم وظهر الروح للطاقة موضوع عن أيام وقت كان صحيح. قال أنت سبت الموت وحتى لك كذلك في هذا الإيران هذا مفتى استوى مسلمة كف معصومي بسيطة وكذلك جاية لكن قف يا رب الله إما كسر قراني قف بناء من الله أما مير الغابة وهو رابي يلبع يلبع هذا الطبعه والدين اللي استوى في هذا الإيران حاجة سوق الغبار نور المكان أنا من بدوين لو نحتوي حاجة سوق الغبار وارجع بدوين لو نحتوي إلى حضر دوار لو نحتوي وحكت عن إن دي تابين ما فسنا وعبوشا وحاس أروح لهم إلى بوشه وارقاته حتى لو هو يسوع سيدنا تعالى وعبوشا سيدنا سيدنا وحنا سيدنا نجرب في سعادته وعلى سجاد عمله وأسباب في أهل الشجرة لهذا المعروف تعصوا أسباب قاموا كذا يا رجل جهل من الشجرة أقوياء علم وعلم وحي من الله جل وعلا ورسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا الجزء وحي هي وحي من القرآن مع الكاسم والله وقضايا اسمه يحكم عليه إلى ركوه في ركوه كائن عليهم أفكار حتى أقوم بذلك كريم أنا أعلم وحوي أطول طارق وحوي عند موه الكريم أحد العلم عند قوة الأمت السورية أن مرد أن يكون وفر شدد هاي أحد العلم إلى نفسه ما مضوم بعد ربسة ما كعر دائما يا أهلي وحوي الفاسق الزديقة أي عند ربسة علماء الأمت السورية أي علماء الأمت هو وركوضة هي أحاديث دورة هي دروس دورة هي محاضرة دورة
أصبحت يوم إلى يوم إلى. أنت أدرى إذا كان هو عسلي عليه مقص.